نوعين من الضغط. فبالنسبة للقضية العلمانية والعلمانية، العلمانية المراد بها بالفرنسية هو السيونتيزم، هي اختيار سياسي معين مارسه بعض الباحثين الذين كانوا يظنون بأن العلم سيمكن الإنسانية من حل كل المشاكل التي تعترض سبيلها. أما العلمانية فلا علاقة لها بالعلم في الواقع. العلمانية مشتقة من كلمة كانت سائدة جاهلية في عدد من القبائل، حيث أنه في كل قبيلة كنا نجد العلم ونجد كذلك الحبر. العلم هو الشخص الذي أصبح هو شيخ القبيلة أو رئيس القبيلة الذي يهتم بكل ما يهم الحياة اليومية لهذه القبيلة في علاقتها مع القبائل الأخرى وفي علاقتها سكانها فيما بينهم. أما الحبر فهو الذي كان يتكلم بالغيبيات، فبالتالي الكلمة التي استعملت في مطلع القرن للتعبير عن الفصل ما بين ما هو ديني وما هو يعني مدني كانت هي هذه الكلمة التي لم تشكل كما كان يجب أن تشكل، وبالتالي أخلاق هذا النوع من الخلق في المفاهيم. هذه من جهة. من جهة ثانية أظن أنه حتى بالنسبة لمن يرى من الضروري ربط ما نحياه اليوم في القرن الحادي والعشرين مع ما عاشه السلف الصالح وأحيانا حتى السلف غير الصالح، ففي هذا الباب لابد أن نقول أنه في الإسلام الأول، أي عندما تركزت قواعد الدولة الإسلامية في عهد النبي عليه السلام، فهناك ميدان فصل ما بين ما هو مدني وما هو ديني. آخذ كبرهان على ما أقوله في ما يخص عدم تمكن الدولة القائمة في التصرف كما شاءت في مظاهر الزكاة. الزكاة إذا عدنا إلى الآية الكريمة صفها مضبوط بشكل دقيق، ولا يحق للدولة حتى في أوجهها أن تدخل هذه المداخل في بيت المال الخاص بها وتتصرف فيه كما شاءت. لأن لا بين أنه كان هناك واحد من نوع من الفصل بين ما هو ديني من جبايات وهي الزكاة وما هو مدني الذي ميدان الذي يمكن أن يحصل فيه اجتهاد عن طريق الشورى وأمرهم شورى بينهم لفعلا نجد طريقة لحسم قضية الجنايات في المجتمعات الإسلامية، وهذا لم يحصل أبدا طيلة مدة 14 أو 15 قرن الآن في حل هذا الموضوع. ثم كذلك كمثال ثاني إضافة إلى الزكاة وهو إشكال الوقف، أراضي الوقف والحبوس لا للدولة أي دخل سوى تنظيم التنمية الإداري لهذا القطاع، وهذا ما يحصل في يومنا هذا. السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عندما يكون وزيرا للأوقاف أعلاه مجال تقريبا مستقل لتدبير الأمور، لا يقدم أي عرض أمام البرلمان، لا يأتي بمداخل هذا الباب وصرف هذه الأموال. هذا معناه أن كان هناك نوع من الانفصال بين ما هو مدني وما هو ديني. إذن قضية العلمانية أظن أنها موجودة في أصل حضارتنا وفي أصل ثقافتنا حتى الإسلامية، لكن مع كل أسف هيمنة الجهل بشكل عام جعلنا لا نهتم بهذه الجوانب ولا نبالي بهذه الأشياء التي تبدو جزئيات
لكن انها ليست بجزئيات. هذه فقط ملاحظه، وهذا يعني انه في الواقع في المناقشه في فكري في محمد بن حسن الوهزاني هي فعلا مناقشه غنيه وغنيه جدا. والدليل على ذلك هو الابواب التي تفتح امامنا في النقاش على الاقل. ما اقوله ليس بكلام نزال، هذا فقط نوع من الاجتهاد، اجتهاد شخص بسيط في مجتمع مسلم. انما اظن انه هذا يبين بانه بالنسبه للتامل في حياه قائد من قاده الحركه الوطنيه كاسم محمد حسن الوهزاني، ان غمسنا في ما تركه لنا فمن الممكن ان اننا سنحصل على يعني ابواب جديده مفتوحه امامنا، وناتي الى الامل في اطار الحداثه وفي اطار تطور المجتمعات